المدرب الأستاذ ياسر، كيف الحال؟ الله يعافيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبتين أستاذ ياسر، وشلونك؟ الله يبقيك يحييك شيخنا. أنت التعليم صح ولا لا؟ إن في الآي تي. يا سلام، ممتاز جدا. وش ودك تقدم لنا من رسالة تربوية تختص بالأسرة والتعليم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والذي أقسم بقوله تعالى والقلم يوم يسطرون. أولا بما الحلقة الماضية بما أني كنت أتابعها وكنت أتكلم عن المشاكل الأسرية، أيوة، وأيضا هذه الحلقة عن العلم وما علم وكذا، ف يعني لفت انتباهي وجعل الله سبحانه وتعالى خشيته عند أهل العلم، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وجعل الفقه دليلا على إرادة الخير بعبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكما قالت أم عطاء لعطاء يا بني إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. جميل. والعلم هو ورثة الأنبياء شيخنا كما نعرف، وهو نور البصائر، وبه تشفى الصدور، وبه رياض العقول، ولذة الأرواح، وأنس المستوحشين، ودليل المتحيرين، وبه يوزى الإنسان في دنياه وفي أخرى. فالله سبحانه وتعالى يكفي بأنه يعني أثنى في آيات كثيرة، وقال وقل ربي زدني علما، وكرم الله أهله وأشهدهم على أعظم حقيقة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، ثم قال وأولي العلم شهدوا أيضا شهادة بألوهيته سبحانه وتعالى، فقال قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأيضا لما قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ورفع الله درجاتهم، فرفع درجة الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا أعلم الناس هم الأنبياء، ثم الذين هم أولي العلم هم من يدركون معرفة الله سبحانه وتعالى في صفاته وفي أموره في حياتهم كلهم، بل في أشياء بسيطة في حياتنا شيخنا، في حياتنا وفي مشاكلنا العائلية. خليني أتكلم لك عن أبسط الأشياء اللي ممكن تحصل. إذن العلم يعني العلم هو طبيب لحياتنا بأكملها جميعا يا شيخ، في كل حياتك الذاتية والأسرية والمجتمعية، بل الجهل هو الداء، ولهذا كما قال شكوت إلى وكيعة سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وأيضا يقول الشاعر شيخنا رأيت العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لآم، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تتبعه السوام، فلولا العلم ما ساعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. شيخنا مشاكل ووجهك مشاكلنا الزوجية، لو علم الأبناء وتعلم الوالدين كيف يجعلون في ذاتهم مراقبة الله سبحانه وتعالى، ثم يبثون في البيت كامل بين أولادهم وبين أطفالهم هي مراقبة الله سبحانه وتعالى، حينما يقول ادعوني أستجب لكم يبينون. إذن سبحان الله التحالف الأسري في مسألة التربية أمرها مهم جدا جدا يا شيخ. لذلك إذا 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 اختل هذا الجانب اختلت معه أشياء كثيرة في حياة الإنسان. شو ودك تقول في الأخير يا أستاذ ياسر؟ أقول يا شيخ من أهم الأشياء اللي لابد الإنسان يعرفها يا شيخ هي يعني لو وضعوا حلقة ذكر تراها مهمة في المنزل يا شيخ بين الوالدين ويجمعون الأطفال، لأني أنا وأنت نغيب ولكن الله لا يغيب، فدائما حلقة الذكر هذه يعني تجعل الأبناء لا يراقبونك لذاتك يراقبون الله. إذا أنا أختم هذه المداخلة الضافية بوضع عنوان لها، تدري ما هو؟ ما هو يا شيخ؟ حلول إيجابية. جزاك الله خير. نعم. وبيض الله وجهك وبارك الله فيك وأمتعتنا. شكرا أستاذ ياسر.